أخضر مش يابس، حتى يضل الأخضر أخضر واليابس يصير أخضر. أخضر مش يابس برنامج بيئي اجتماعي هادف بيسعى لتحفيز كل فرد منا يساهم بيئيا، وهدفه يخلي كل شخص يآمن أنه قادر يعمل فرق بمحيطه المباشر وبالمدى الأوسع. برنامج أخضر مش يابس كل نهار خميس الساعة 4:30 بعد الظهر. مساء الخير. الحيز العام، المساحة العامة، اختصاص أو بالأحرى هو هدف بتسعى له جمعية نحن. جمعية نحن ضيفتنا اليوم مع المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد أيوب. مساء الخير. مساء النور. بدنا نحيي المستمعين وتحية طيبة من جمعية ست معدة هالبرنامج ومن مهندس الصوت رالف نكد. أستاذ محمد، مؤخرا بالجرايد انحكى كتير عن نشاط عملتوه بحرش بيروت، وقتها حرس البلدية ما سمحوا للصحفية يفوتوا. ليش ممنوع الصحفية يفوتوا على حرش بيروت؟ يعني طبعا أول شيء مش الحرس، الحرس نفذوا. أوكي. طبعا كان في مين وراء الحرس اللي هو رفض دخول الصحفية للحرش، وهذا سؤال مهم نطرحه على الإدارة. ليش، شو بيخوف إنه الصحفية تفوت على بالحرش؟ بالعكس، يعني إذا في شفافية وفي وضوح، والمشكلة صحفية تفوت على قلب الحرش وتعمل مقابلات مع العالم الموجودة اللي عم تتمتع بالمكان العام. وهيدا مشكلة، لأنه بيأرجي وكأنه المكان العام اللي هي الطبيعة وكأنه موقع عسكري. بتكون مسيجة، بتكون ومش بس رملة البيضة. يعني بتلاحظ عم نحكي عن حرش بيروت. ايه، عم نحكي عن حرش بيروت. طيب انتو طلبتوا اذن لحتى خاص لحتى تقدروا تدخلوا على حرش بيروت، ليش حطيكم الاذن لإلكن؟ علما انه حرش بيروت اللي هو مثل ما تفضلتوا قلت مكان عام، ممنوع اهل بيروت والجيران يفوتوا عليه. طبعا نحن لقلنا اول شيء قرار تسكير حرش بيروت هو غير قانوني. نعم. يعني لانه حرش بيروت هو ملك عام. ليش حرش بيروت هو ملك عام؟ حسب الدراسات القانونيه اللي عملناها، لما مكان يتوفر فيه 3 شروط. الشرط الاول هو ملك شخصيه عامه، وهون هو ملك بلديه بيروت. نعم. الشرط الثاني لما يكون المكان صمم لاستخدام عام. نعم. وهذا الاتفاقيه اللي عادتها ايل فرانس مع بلديه بيروت بانه نحن ما نصممه لكوم بارك. اوكي. والشيء الثالث لما يكون حاجه عامه. نعم. واكيد الجنينات الحدائق في بيروت هي حاجه عامه، لانه نحن بنعرف حسب منظمه الصحه العالميه اللي نحن ماضيين كل المعاهدات الدوليه طبعا، تقول حق الفرد ب 12 متر مربع، بالوقت اللي حق كل فرد هلا ببيروت انجا عنده 0.4 متر مربع. وبالتالي بيأرجي حاجتنا للمساحات العامه. وبالتالي اذا وقت هوت 3 شروط يكونوا موجودين بحرش بيروت. نعم. اذا يصبح هذا ملكا عاما، واغلاقه يعتبر مخالفة للقوانين. مثل الشارع هو ملك عام. نعم. ما فيني انا اجي سكر الشارع، وبالتالي هو اغلاق للقوانين. اللي عملته نحن بدها تفوت يعني دعت العالم، فتحته لثلاث ساعات لكل العالم. هذا كان الطلب لمحافظ بيروت، يعني مش البلدية اللي بتعطي الإذن، المحافظ. طلبنا أنه نحن نمارس حقنا بالملك العام اللي هو حرش بيروت، فتفضلوا افتحوا البوابات لنا بما أنكم مسكرينه. فعلا المحافظ قبل. أوكي. بفتحه لثلاث ساعات. مثل ما قلت، فوجئنا على الباب وقت كنا ما نفوت، بيمنعونا بأخرونا من الفوت 40 دقيقة، وبيمنعوا الصحافة بحجة أنه في تصريح كان قبل بكم يوم لأحد الجرائد بأنه والله نحن قلنا إشياء ما عجبت البلدية، سموها هي إشياء نيجاتيف عن البلدية. فقلت لهم يعني أنا مواطن، شو ما أنا بحق اللي صرح البديه، وبمجرد ما أنا وهيدا حق التعبير، يعني أبسط حقوق الناس الإنسان هو التعبير. حقي بالتعبير مش مفترض أنت كسلطة تعامليني بتمييز أنه إذا أنت بتصرح منيح لقلنا من فوتك، ما بتصرح منيح هيدي من بطلت سلطة تراعي كل سلطة لكل الناس. هيدي سلطة عم تقول إذا أنت معي أهلا وسهلا فيك، إذا أنت مش معي منمنعك عن الحياة، لأن المساحات العامة هي الحياة. وهيك كل الدكتاتوريات بالمنطقة بتفكر، هيدي سلطة داعشية. وهيدي السلطة بالضبط، هيدي السلطة الداعشية. وكرمال هيك، وهيدا اللي بنفهمه أنه ليش بالأماكن العامة ممنوع تصور. يعني عمل مثل ما قلت لك، سكن عاملين المكان العام سكنة عسكرية، وبس
والدليل انه هيك تفكيرهم، حتى الدالية سيجوها وحطوا اسلاك شائكة. طيب حرش بيروت، انتو هدفكم هالحرش يصير اكسسبل لكل الناس. صحيح. طيب الدالية شو مشكلتها؟ يعني هون اللي بدنا نقول انه كمان الدالية، يعني الدالية حطوا اسلاك شائكة، يعني واحد بيسيج المكان العام تبعه فهمنا بحجة انه هذا مكان خاص بيسيج وفهمنا، بس لشو الاسلاك الشائكة؟ يعني وكأنه اعتراف انه هيدا حاجة للناس واعتراف انه ما بدنا نعطيك الحاجة. وطبعا الدالية منا ملك خاص. هيدا اذا ما نحكي عن الدالية شو مشكلتها. الدالية اول شغلة هي موقع مصنف، يعني وزارة البيئة طلبت بتصنيفه موقع طبيعي. نعم. اليونسكو طلبت بتصنيفه كمان موقع طبيعي وبيئي. إيل دو فرانس بالتعاون مع بلدية بيروت كمان طالبت بتصنيفه، لأنه هو جزء من المنطقة العاشرة اللي هي تمتد من الدالية لرملة البيضة. أوكي. هلا ليش ضروري يتصنف موقع طبيعي؟ لأنه أولا هيدا المكان اللي هو الدالية، إذا ما نحكي ميتولوجيا بتعرف كل بيروت، كل خبريات بيروت يعني وقت يحكوا عن الآلهة وصراعهم كانوا يشبهوا بكتير من المحلات، خصوصا الميتولوجيا اليونانية يشبهوا صخرات الروشة مثل صدر المرأة والمغاور اللي تحتها هي مثل الفيجينا اللي بتفوت عليها على رحم الأم وحل ما في أسماك عم تبيض، وبالتالي هين الحياة عم بتصير. اوكي، هيدي كل الميتولوجيا بتحكي عن هيدا الامور الى اخره، في كتير من الاساطير الميتولوجيه، ولكن بتأرجي قديش كان مهم للاقدمين هيدا المكان. واذا بنطلع اكثر بنلاقي بهيدا المكان في 3 مواقع اثريه، مواقع اثريه بس على طول الشاطئ فيه، ولكن هالمكان بالضبط في 3 مواقع اثريه اللي هن بيرجعوا للإنسان القديم اللي قبل 5000 سنة قبل الميلاد، اللي اكتشفوا أدواته الصوان اللي كانوا يعملوها، وأهم اكتشفوا مصانع ليعملوا هيدي الأدوات. وبالتالي إذا أنت بتشوف محل فيه أثارات لإنسان قبل 5000 سنة، شو بتعمل؟ بتحميها وبتقول يا عالم تعالوا شوفوا الإنسان القديم، وبتطلع مليارات الدولارات، أو بتقول يلا تشيلها وآخر همه. بالإضافة يعني ليك قديش مهم الدالي، يعني صخرة الروشة المعلم السياحي الجمال موجود هيدا بالبحر اللي حكينا عنه، شوفوا الأقدم من كل الناس اللي بدها تشوفه. من وين بدها تشوفه؟ بدها تشوفه من الكورنيش، وبدها تشوفه تنزل على حرم صخرة الروش اللي هو هيدا المساحة لتشوفه منه من كل الاتجاهات. وبالتالي كمان هيدا ضرورة سياحية وجمالية للمكان. بالإضافة كل الناس اللي بتطلع الأنشطة، يعني تاريخيا كل الناس اللي عايشة ببيروت تنزل على صخرة الروشة، يعني هذا لتحب ولتتنفس لتتنفس هذا متنفس بيروت بالنتيجة. بالزبط. ما في مساحات عامة إلا على البحر ميلة الدالية والرملة البيضة، هلأ بدي أرجع أسألك عنها، وحرش بيروت. صحيح. طيب شو حجة البلدية لمسكرة هاي وهاي؟ الدالية بعتها صحيح؟ حأوصلها، بس أنا لأنه في معلوم ضروري يقولهم. نعم. بس سريعا كمان أنه لأنه إذن هذه المنطقة هي غنية إيكولوجيا، هذه المنطقة هي المنطقة اللي بعد ما اندقرت، يعني بعدها مثل ما هي تاريخيا وفيها أثارات، وهي كان في كتير، يعني كنت عم أقول الناس اللي بتحب تنزل كانت لتحت عندها خبرياتها، الناس اللي بيعملوا مين بشك من عن صخرة الروشة، الناس اللي بتنزل بتسبح هناك، الناس اللي بتمشي هناك، يعني كتير من الأنشطة واللي بتجعلها مكان تراثي إلى آخره. وهناك فيك تشوف جيولوجية الأرض وتطور الجيولوجيا إلى آخره. وكمان هي ضروري سياحية، لأنه بكل العالم هلأ أنت أو أي حدا إذا بده يسافر لوين مكان بالعالم بيسافر ليشوف الطبيعة، ليشوف المكان العام، البحر إلى آخري. ما معقولة نحن بأي منطقة عم نفكر إذا كل شيء أوتيلات بلبنان شو بعد بده يجي يعمل السايح. بالإضافة هي هذه المنطقة العشرة من هون لرملة البيضة هي واجهة بيروت. أوكي. وبالتالي طالب لذلك كل الدراسات وكل السلطات عادة صنفت هذه المنطقة محمية طبيعية. اللي عم تسألني إيه هو الوضع القانوني لهذه المنطقة؟ هيدي بالستينات الفرنسيين قبل ما يفلوا اعطوها لبعض اهالي بيروت كرمال حمايتها لهيدي المنطقه. بالتسعينات بلش يشتروها من هول الاهالي، شركتين طبعا لعندهم ويب سايت تشتري ملايين الدولارات ويب سايت ما عندهم، وهذا بدل انه هل هن شركات حقيقيه كانوا بوقتها او هي لانه عندهم مشاريع معينه بس. فاجوا اشتروا هيدي الاماكن، اشتروا الاماكن وبعدين طبعا ورثوهم مجموعه، يعني اذا هو هي ملك الحريري الاب بعد وفاته
ورتوها كل الأولاد. هيدا اللي صار. ولكن لما اشتراها الحريري هي كانت يعني بالقانون بال 1925 كان القانون، احنا تابعين القانون اللي فرنسيين اللي هو بيقول، ومش بس حتى هيدا القانون بكل العالم، انه هذه منطقة ممنوع العمار عليها. أوكي. لأن هذه منطقة طبيعية. اللي صار في تلاعب بالقانون على المدى التاريخي، بيرجعوا بيطلعوا قانون بعدين بيقولوا بلا بحق لك تعمل بالمنطقة العشرة، صار بحق لك تعمر، ولكن لتعمر بده يكون عندك 20,000 متر مربع. بالتالي وقت تجي شركة تشتري كل شيء بتصير خلص صار عندها يوم. والأسوأ بعدين بيجي بيقول لك هلا قبل بحق لك 20 يكون عندك 20,000 متر مربع، 25% بتعطيها للبلدية. بعدين رجعوا لغوا بند البلدية، بعدين رجعوا قالوا مش بس بدك تعمل، مش بس 20,000 متر مربع، إذا عندك 20,000 متر مربع بحق لك تستثمر ضعفهم بالبحر، يعني بصير ملكك 60,000 متر مربع. هلا دلة الروسي 120,000 متر مربع مثل ما هي هلا، إذا بدك تحسبها بكرة اللي جاي يستثمر، يعني عم يستثمر 360 متر مربع. 360,000 متر مربع. اوكي. وهيدي الخطورة، يعني كل هالإيكو سيستم عم يدوم مدمر كل التاريخ اللي لها. بس في شيء كمان مهم نقوله، انه بالقانون الصخور وخصوصا بوقت الشتاء وين بيوصل المد، هيدي كلها ملك عام. الرمل والبحث ملك عام. الغريب انه اللي ملكينا ملكين حتى البحر، يعني واصلين ملكنا البحر، ما حدا في يملك البحر. يعني بالقانون وبكل القوانين العالمية انه البحر ما فيك تملكه. فهيدا بدل كمان على ايام الستينات انه كان في تزوير ايضا للملكية، وبالتالي اللي نحن هلا عم نشوفه بالتالي هو فعلا مش الملكية الحقيقية. وللأسف في تقصير من الدولة، عم نحكي وزارات وبلدية، بتصحيح هذا الخلل واستعادة الصخور وأيضا الرمل ليرجع ملك عام. الرمل البيضة نفس المشكلة؟ رملة البيضة بالسبعينات الناس كانت عم تقتل بعضها، وكمان في شركات كانت عم تشتري. هلأ اللي صار، فاشتروا 80% من رملة البيضة كمان مثل ما قلت، مثل التصنيفات اللي اعطوها لصخرة روشي هي زيت عن رملة البيضة ما ضروري يعني. وطبعا وزارة الزراعة هون طلبت بأنها تكون كمان تكون محمية، وزارة هي كمان وزارة الثقافة طلبت أن تكون محمية ثقافية وغيرها. المشكلة برملة البيضة ثلاثة هلا تحديد. أول شغلة، رملة البيضة هي منا اكسسبل من كل النواحي، يعني الزمانات كانوا يصفوا السيارة وينزلوا، هلا رملة البيضة فصلوها بأوتوستراد على المدينة. بالتالي الوصول لها مش سهل وما في باركينج. اوكي. أسوأ من هيك، حط في ثلاث أساط المجارير على رملة البيضة. طب مين بده يسبحوا كلها مجارير؟ أوكي. تالت مشكلة إذا هي الملكية، 80% صارت ملكية، واللي كانوا ملكينا بالسبعينات اللي اشتروها، هلأ إجا حدا تاني اشتراها منهم بعد ما فلسوا، إجا حدا تاني وحط إيده العين واشتراها كمان لأنه عنده مشروع خاص. والأسوأ هلأ أنه طلب من بلدية بيروت، بوجه رسالة للمحافظ، طالبوا فيها بأنه يوضع أسلك شائكي كمان مثل الدالية على امتداد رملة البيضة، تحضيرا طبعا لمشروع خاص. طيب، سكرنا الحرش وسكرنا الرملة البيضة وسكرنا الدالية، الناس وين بتروح؟ بالضبط وين بتروح؟ الناس تختنق بقلب المدينة، لأنه نحن بنعرف الظهرة بردية المدينة منا اللي أصلا بيروح على رملة البيضة وبيروح على الدالي، هن ناس ما قادرين يظهروا بردية المدينة. وبالتالي لما تخنق أكتر هول الناس، مثل ما أنت قلت كنت عم تحكي عن داعش بأول حلقة، هوك أنت بتكون عم بتحضر لداعش، لأنه داعش وأخواتها هن كانوا بالمناطق الفقيرة جدا حيث الحرمان، لأن ما حست الدولة فيهم. في شيء بالسايكولوجي، إذا أنت ما نحس فيك النمو العاطفي بيوقف عندك، بتعودش تحس. طيب حتى بيروت الغنية، ما دامنا عم نحكي عن يعني حتى بيروت الغنية، إذا بدك تسكر عنا هالمتنفس هذا للمدينة، كمان ببطل ينعيش فيها للمدينة. يعني ولو كانت شقة واسعة، ما كمان الهواء كيف بده يوصل لهالشقة؟ طيب أنتو جمعية نحن، تركيزكم هو على المساحة العامة، مزبوط؟ صحيح. واختصاصكم هو المساحة العامة. طيب بس عم تشتغلوا ببيروت ولا عم تشتغلوا غير مناطق؟ نحن موجودين مبدئيا، نحن عم نشتغل بكل لبنان. نعم. ولكن تركيزنا الأساسي على ثلاث مناطق اللي هن بيروت، صور، وبعلبك. نعم. بصور عم نشتغل ليصير في حديقة عامة، لأن تخيل صور التاريخ ما فيه ولا حديقة، يعني ومع حديقة الشهداء اللي حد الاستراحة، اي استراحة، الحديقة اللي بالوجه قصدك، هيدي حديقة اذا بتفوت عليها هي حديقة مهملة. نعم. كل البقايا السفن
كلهم موجودين فيها، كلها زبالة غير مهتم فيها. وبالتالي هالحديقة اللي عم نطالب بلدية صور تتفضل تعيد تصميمها وحسب حاجات العالم، العالم بقول نحن منا حديقة آمنة ونظيفة. أوكي. المشكلتين فيها لهالحديقة الأمن والنظافة، ونزيدها رأي التقني اللي هو التصميم لتلبي حاجات العالم. أوكي. الموضوع الثالث اللي عم نشتغل عليه هو أيضا ببعلبك، بأنه بعلبك تتخيل هي مدينة التاريخ، مدينة الشمس، مدينة اللي كانت هي بالنص بين حلب وحمص والشام وبيروت، يعني بالنص كانت جاية، هي منطقة وصل فيها أهم معبد بالعالم وأقدم معبد بالعالم، فيها مغاور أثرية، فيها معابد مختلفة مش بس اللي بس مش بس القلعة. تخيل هذه المدينة هي للأسف أقل المدن نموا وفقرا بلبنان، وبالتالي نحن عم نقول إنه إذا حدا عنده هيك قلعة مفترض يعمل سياسة عامة للاستفادة من وجودها لتطوير المدينة. ومن هون اشتغلنا نحن كجمعية من أجل تطوير سياسات عامة للاستفادة من القلعة لنطور هذه المدينة. هل سياسات أنتوا قمتوا فيها ولا تشاورتوا مع البلدية ولا تشاورتوا مع المجتمع المدني الموجود هونيك؟ طبعا نحن لنعمل هذا الشيء عملنا دراسات، الدراسات أخذت بعين، في دراسات أخذت بعين الاعتبار الخبراء بقلب المدينة والبلدية وكل الناس الفعاليات بقلب المدينة، وفي دراسات أخذت شرائح المجتمع من الشباب والتجار وغيرهم، وفي أيضا الخبراء اللي نحن جبناهم اللي عندهم خبرة بإشياء تقنية معينة. وبالتالي الدراسة في أنواع، في كذا نوع من الدراسات، إن كانت urban planning أي هي هندسة مدنية أو رؤية للمدينة، وفي الدراسات الاجتماعية اللي عبينا استمارات، وفي الفوكس جروب إلى آخره. كل هول اللي عملناهم وحاولنا مع الشباب اللي نحن مدربناه بالمنطقة نطلع بورقة سياسة عامة بعد ما استشرنا كل هذا المجتمع. والبلدية جاوبت معكم ببعلبك؟ لهلأ بعد ما في، يعني ما في تجاوب مباشر من قبل بلدية بعلبك، لأنه أصلاً ملهيين بإشياء أخطر. يعني إذا هلأ للأسف إذا المسائل الأمنية، المشكلة الأمنية هي الأولى والحاضرة، مشكلة الأمنية ومشكلة المي. بتعرف هلأ بعلبك للأسف راس العين اللي هو من الرومان عملوه مكان كله مي نبع، الرومان عملوه هلأ نشف، وبالتالي في كارثة عم بتصير ببعلبك. ووقتها أنت تصير الواحد جوعان بصير همه الأول يأكل، ما قادر يحكيك بأي شيء تاني، وهيدا واقع مدينة بعلبك للأسف بسبب إن كان أمنيا ولا إن كان من المي. بالتالي ما فينا نجي هلأ نصر أكتر ونفوت أكتر بالموضوع، مأجرين ولا كانت رئة الأوضاع، ولكن على الأقل السياسة العامة موجودة هلأ وسنكملها وقتها كثير نشوف الوضع مناسب. أوكي، رح أستاذ محمد أيوب المدير التنفيذي لجمعية نحن رح ناخد فاصل موسيقي صغير ومنرجع منفوت معك. حكينا عن مشاريع جمعية نحن، بدنا نحكي عن جمعية نحن شو هدفها وكيف تأسست وشو بدها تعمل وشو عم تعمل. فاصل موسيقي ومنرجع مع الأستاذ محمد أيوب المدير التنفيذي لجمعية نحن. بيروت انتحست بطلت من كثرة ما لحست، ومطالب أهليها رفست فأبت للحال استبدالا. بلدية بيروت انتحست بطلت من كثرة ما لحست، ومطالب أهليها رفست فأبت للحال استبدالا. وحل وحل لا لا لا، وحل وحل لا لا لا، وحل وحل لا 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 لا. بلدية بيروت انتحست بطلت من كثرة ما لحست، ومطالب أهليها رفست فأبت للحال استبدالا. وحل وحل لا لا لا، وحل وحل لا لا لا، وحل وحل لا 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 لا. سكان البلد ما لن يغني ولد الولد، والناس به لم تستفد، فالمال هنالك ما زال بجيوبهم بجيوبهم. لما سئلوا عما فعلوا قاموا قعدوا عتبوا زعلوا، وبنيران الغيظ اشتعلوا، وعلينا صب الأوحال. هل ذلك عدل
الحارس بالدلال وحلن وحلن لا 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 وحلن وحلن لا 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 وحلن وحلن لك لا 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 حفر 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 منها الأهلون لقد كفر كم من رجل فيها كسر أو حمل عن جحش مالا وجنابكم لا 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 وجنابكم لا 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 السير تعطل في السبل من شط البحر إلى الجبل فاذهب للشغل على الجمل ما هم تؤخر أشغالا فالدولة مشغولة بحالة فالدولة مشغولة بحالة يا ليل الشعب القانون هو بتلك النعمة زاحونا والآن بلغنا كانونا والظلم يزيد استفحالا والحالة فوضى والحالة فوضى بيروت ناحلة الخصر الآن وصلت إلى النصر أصبحت صفقتها العصر وتكدس فيك الأموال شركات الدنيا شركات الدنيا لا شيء تغير في البلد من عهد الجد إلى الولد حتى الحرية يا سندي وضعوا في يدها الأغلال نشلوها وغنوا يا لالا نشلوها وغنوا أعصب العالم في يأس والناس تسير إلى النحس فأرح نفسك بالريلاكس وعمل يوكا تهدى حالك وتزيد الهبلة استهبالة وتزيد الهبلة استهبالة وتزيد الهبلة مساء الخير عن جديد. معنا مثل ما قلنا المدير التنفيذي لجمعية نحن الأستاذ محمد أيوب. احكينا بالقسم الأول من حلقتنا اليوم عن النشاطات اللي عملوها بحرش بيروت بدالية بيروت بالرملة البيضاء مع بلدية صور ومع بلدية بعلبك كله باتجاه واحد هو المساحة العامة الحيز العام. هلأ بدك تعرفنا إذا بتريد عن جمعية نحن كيف انطلقت وشو أهدافها الأساسية وشو عندكم مشاريع كيف انطلقتوا؟ نحن كنا مجموعة طلاب بالجامعة اللبنانية كان بتعرف حتى الجامعة اللبنانية بوقتها كانت بس حكر على الأنشطة السياسية والدينية وكنا نحن حابين تكون في أنشطة جامعة نكون كلنا فيها وأنشطة بتعبر فينا نعبر فيها يعني منبر إذا بدك نكون عم نعبر فيه عن أفكارنا نعمل أشياء علمية سيني كلاب كل هو يعني هيك بلشت أنه منا نحن منا إذا بدك الشيء المشترك أنه نحن هي مشترك فقررنا نعمل نحن بال2003 بقلب الجامعة وضلينا نشتغل ونعمل أنشطة ولم تدينا على كل تقريبا الجامعات وبعدها طبعا تعرف اغتيال الحريري بوقتها وكان في هون جمعيات دعونا لنعمل تحرك ضد العنف لأنه كان بلش التوتر الطائفي
فهون تعرفنا على شو يعني ان جي او. قبل كنا مجموعه طلابيه، فدائما بخبر نكته انه الطريقه اللي تعرفنا فيها على ان جي او انه في احد الجمعيات منظمه لقاء لكل هالجمعيات لنتناقش شو نعمل انشطه، وعزمونا على اوتيل فخم يعني بالوقت اللي كنا نحن نجمع 1000 ليرة لنقدر نعمل نشاط. فهونيك بتعرف اوتيل فخم واكل وكل. فبس بدي اقول انه وقت قلنا انه هيدي المصاري اللي عم تيجي ليش ما بنقدر نعمل مؤسسة كمان جمعية، ولكن بلا ما نجيب المصاري ونحطها بأوتيلات وهالخبريات نحاول عن جد نستفيد منها لنعمل اشياء ندافع فيها عن المكان العام تبعنا وعن الحيز العام وعن وجودنا، لانه مكان هو الوجود. وهون طلقت فكرة انه خلونا نعمل جمعية، خلونا نعمل جمعية. وقتها قرروا بال 2009 هي تأسست جمعية نحن، وكان الهدف منا لأنه كنا من كل الطوائف بنحن كل الاتجاهات موجودة، كانت الفكرة أنه يا عمي ليش نحن قبل حتى بتعرف قلت لك انت تحت الهواء انه حتى انا مني اربن بلانر يعني لابلش احكي ببابليك سبيس، ولكن اللي صار انه وقت كنا عم نقول نحن شو مشكلتنا بهذا المدينه، نحن بهالمدينه ما بنلتقي، نحن بهالمدينه بنكره بعض، في افكار ستيريوتايب ما بنعرف بعض، في كتير ستيريوتايب افكار منمطه ومسبقه عن الاخر، والعنف عم بزيد والمخدرات عم بزيد، طب شو ناقصها هيدي المدينه؟ اكتشفنا انه اول شغل وعملنا وقتها استمارات عبيناها، اكتشفنا انه اول شيء مهم يعني انا اذا بدي اشوف أول شيء بسألك وين ما نلتقي. بعد ما نقرر نلتقي منقول وين ما نلتقي، ووقت نلتقي بنبني العلاقة. فإذا نحن قررنا نلتقي وين ما نلتقي، يعني وين المكان للمدينة، وين البيت بتعرف فيه صالون، تخيل بيت ما فيه صالون، شو أهم اللي بدك تعرف الناس ما بتفكر فيها، بس ما بتخيل قد أهمية الصالون بالنسبة للبيت من حيث نعمل روابط اجتماعية، من حيث انه نعمل انتماء للعائلة، من حيث انه نحل النزاع. انه غصب عنك بده يطلع بوجهك، بوضتك ما بيطلع بوجهك، بس غصب عنك بالمكان المشترك والعام بده يطلع بوجهك الى اخره. وبالتالي طيب شو صالون المدينة؟ مش هي المساحة العامة ولول؟ وهي اكثر من صالون كمان، لانه كمان في المسألة الصحية، في متنفس المدينة من الناحية الصحية، تغيير الهواء، التنوع البيولوجي اللي هو بالنتيجة المدينة مش بس مولات 100%. فمن هون نحن قررنا إذن مهم نشتغل على فهون قررنا مهم نشتغل على الببليك سبيس او المساحات العامه. نعم. اخترنا وقت حلش بين واصبحت يعني الهدف طبعاً الاساسي القضيه تبع جمعيتنا. هو شغلتين بتعملهم نحن، في نحن في عندنا ريسيرش صار الدكتور أندريس سليمان عملوا سميناه from public spaces to public platform. نحن شغلتين بدنا بنحن public space المكان، و public platform بمعنى هو المكان، هو الحوار العام، النقاش العام. انه نخلي الناس يكون في منبر لهم للنقاش بالضبط، الحيز العام على كل انها والشغلتين بالضبط. اوكي، فطورنا الفكره من انه مش بس public space معنى الفيزيكال، بينما البلديه لقلنا هي ايضا مساحه عامه، لانه فيها البلدية في كل الناس من كل الطبقات من كل الطوائف، وهن مربوطين بحاجات وحده، بحاجه ليتناقشوا. نعم. ليحموا المكان العام وليحموا بطريقه غير مباشره المدينه ووجودهم بالمدينه وانتمائهم لقلب هذه المدينه. فبال2009 اسسنا حالنا، بال2000 كان كلها تدريبات لنحن نقدر نكون نعمل نشاطات، بال2011 اطلقنا اول حمله اللي هي استعاده حرش بيروت، وبوقتها كان لانه هو بنص المدينه. نعم. بين كل الطوائف وبين كل الطبقات. نعم. وبالصدفة لقيناه بالخريطة، مثل ما عم قلك انه قعدنا عملنا جوجل ماب، يا اخي طب نحن ما نجمع الناس بمكان، بس وين في مكان؟ لقينا هالمكان الاخضر، فعملنا دراسة عنه، لقينا انه هذا ملك عام كمان ومسكر. ومن هون بلشنا نقول اذا بلشنا نفهم، بلشنا اذا بدك نقول طيب شو يعني مساحة عامة، شو يعني public، هون بلشنا نفكر بالpublic space، هون فتنا عالم الurban planning وعالم المدينة، وبلشنا نفهم اكتر عن مدينتنا. طريقة نحن بالشغل هي في ثلاث اقسام لشغلنا. أوكي. اول شغلة يعني حملة حرش بيروت بلشت من 2011 صحيح، وعلى من تقرأ مزاميرك يا داود؟ احنا في واحدة تاني بيقول على الوعد يا كمون كمان، لانه رئيس البلدية بال 2012 وعد بفتح الحرش، رجع بال 2013 وهلا وعده عن جديد بال 2014، فنحن هلا عم نحضر لهم كليب صغير نقول لهم اخر شيء ينتهي وعلى الوعد يا كمون. اوكي، بمعنى عم توعدوا عم توعدوا عم توعدوا، لانه هالبلدية ما عم تفهم انه الاولوية الناس. نعم. مش تزينوا لي جنينات، مش تعمروا لي جسر،
الأولوية الإنسان. شو مشاكل الإنسان ببيروت؟ الإنقسام، الكره، الكبت، الناس ما عم تقدر تتنفس. أنت بسهل ببساطة بتنزل على بيروت من خلال السواقة بتشوف الناس قديش عنيفة، قديش أجريسيف، ما حدا طايق التاني. معناتها في مشكلة بإنسان المدينة. أنت كبلدية مش شغلتك بس تفكري بحجر، تفكري كيف تعملي ريلاكسيشن لهالإنسان، تريحي لهالإنسان. لكن بتبنوا مشاريعكم على أساس دراسات. نحن ثلاث أشياء نحن بتعملها. الشيء الأول هو بتعمل دراسات. نعم. دراسات طبعا، لأن بس الفرق بالدراسات اللي بنعملها أنه نحن مش بنجيب أركتكت يقعد ببيته ويصمم لنا، نحن بنعمل دراسات مع الناس. نعم. منعمر مع الناس. فكرة نحن أنه نسأل الناس شو حاجاتها ونبلش نفكر نصمم المدينة لتشبه الناس، مش منصمم المدينة حسب قديش هالمشروع بيطلع مصاري لتيجي شركة وتعمله. ننزل عند الناس بنصمم المدينة. بعد ما نعمل هالدراسات اللي هي urban planning وليجل، يعني قانونية وهندسية واجتماعية نفسية، نجي على الشق الثاني اللي هو بنقول لهم يا ناس نعمل ريكروتينج، او بنجيب شباب وصبايا من مختلف الطوائف الجندر، نساء ورجال وغيرهم، بنقول لهم تفضلوا هيدي مدينتكم، بدكم تتدربوا لتكونوا قاده وتقودوا الحلول اللي بتقدمها الدراسات الاكاديميه. طبعا تعملوها بشكل ملف اجتماعي، ملف يعني بيحمل قضية إلى آخره، نشتغل عليها، نعلمهم أوكي. كيف بيعملوا الملف، بيطوروا الملف وبينتهي بأكشن بلان، بمعنى أوكي. خطة تنفيذية، ويقود هؤلاء الشباب الخطة التنفيذية من أجل تحقيق الهدف. لكن دراسات أكاديمية بيلحقها تدريب لتطوير قدرات الشباب على القيادة والتغيير، والمرحلة الثالثة بتصير التنفيذ، تنفيذ الخطة. أوكي. طيب هالبرنامج اللي هو برنامج جدا طموح وجميل، وين صرتوا فيه ومع أي بلديات عم تشتغلوا؟ مع أي مدن؟ بس بيروت؟ لا. احنا عم نشتغل مع بلدية بيروت، عم نشتغل مع بلدية الشيح، طبعا بيروت وضواحيها منهم الشيح أهم أبرزهم، يعني الشيح. عم نشتغل مع بلدية صور وعم نشتغل مع بلدية بعلبك. أوكي. طبعا في تدريبات كلهم بنفس الإطار، يعني انعملت الدراسة، هل أصرتوا بطور التدريب ولا التنفيذ ولا وين؟ انعملت الدراسات كلها. نعم. والتدريبات خلصت ونحن بطور التنفيذ، بس مهم نقول انه الدراسات لا تتوقف، بس هالمرة اللي بيصير يعملها هن المجموعة المدربة. يعني كل شيء مستجدات، اشياء علمية، بصير في اسم، لانه المجموعة بتنقسم، اسم الدراسات بتكون عم تأمل لنا دراسات، اسم اللي مسؤول عن السوشيال ميديا اللي بكون عم بيحط على السوشيال ميديا كل شيء ابديت، الاسم اللي له علاقة بتنظيم الانشطة. يعني انتو لما بتعملوا ريكروتمنت عن طريق السوشيال ميديا ولا في غير طرق؟ حسب، اكيد سوشيال ميديا، الاعلام، نطلع كتير على الاعلام احيانا عن السوشيال ميديا، هي ماوث تو ماوث، لانه الناس اللي اجت حضرت بنحن تدريب يعني عمليا بتصير تشوف انه عم تخبر كل اصحابها روحوا احضروا، حرام ما تحضروا هيدا الشيء. وكمان احيانا كنا نحط بوسترات بالشوارع ونوزع فلاير بقلب الجامعات، احيانا حسب بتكون عم تعمل نشاط. تجاوب هيك من بين، لانه اليوم في عدم ثقه نوعا ما بالاعلام والاعلان لدى يعني الناس عامه، اصبح عم تقدروا تجذبوا الناس على هالبرامج التدريبية، الشباب أو غيره على هالبرامج التدريبية عبر وسائل الإعلام والإعلان، ولا في العلاقات الشخصية هي عم تلعب دور؟ حقيقة عادة تعرف الجمعيات بدها تعمل ورش عمل بتدق للجمعيات لتجيب عالم، ولا مرة جمعية نحن كان عندها مشكلة بدنا تجيب عالم. أوكي. لأنه أنت إذا بتعمل شغلتك مزبوطة، وإذا عن جد بتكون عم تفيد هالشباب اللي عم يجون عندك، هو لحالهم حيخبروا كل المحيط طبعا. أوكي. وقتها كنا بصور، بس أحد الجمعيات اللي كنت عم حاول أتعاون معها كانت بتقلي أنه شو ورشة عمل 8 أيام على شهر من الساعة 8 ساعات بالنهار، أنه شو صف ما حيزهوا. كنت أقول لها خليني يجوا أول يوم وأنا بضمن لك حيكملوا وحيبكوا وقت انفل. كنت هيك. في كتير جمعيات تخاف من البرنامج لأنه مكثف الدراسات. اللي آمن فينا وكمل معنا شاف إنه كل الناس هلا عم تطلب، وين ما كان عم تطلب، حتى بطرابلس وبزحلة، بكل المدن عم يطلبوا إنه بليز تعوا دربونا، بليز تعوا أعطونا هذا البرنامج. لكن دراسات أكاديمية حصلت، ولكن بعدها مستمرة. تدريب لحتى تتألف مجموعات هي تحمل هالدراسات وتروح لحتى الطالب بتنفيذها،
وين صرتوا بهالبرامج التدريب؟ كمان مستمرة، بمعنى هو ما بينتهوا لأنه في قضايا كتير. يعني نحن كنا بموضوع حرش بيروت وفتحنا موضوع مثل بيضة ببيروت، نعم. وهلأ الدالي، وكمان بكرة حنفتح مواضيع جديدة حنعلن عنا بوقتها. إذا ما بننتهي، ليش؟ لأنه نحن كل قضايا المدينة قضايانا، كل ما كان في إقبال على جمعية نحن من الشباب كل ما نقدرنا نفتح قضايا جديدة، لأنه بس الهدف منا هو الناس اللي عم تشتغل للقضية. شو عم تحس؟ عم تحس إنه هذه مدينتي، عم تحس بالأونرشيب، بالملكية للمدينة، وعم بتصير عم تطور مهاراتها وتدرس المدينة وتفهم المدينة كرمال عم تحس هذه الملكية، وبالتالي أنت عم تربطهم بهذا المكان. أنت بتخاف من الحرب إذا عم تروح لك بيتك بذكريات وإشياء، بليز هيدا إلي. الحروب الملكية، إحساسك بملكية المدينة بتوقفها للحروب، وهيدا اللي كتير مهم نعمله. طبعا بشكل غير واحدة من النتائج، أكيد أنا بخاف على حرش بيروت هلأ، أكيد بعلبك ما كنت أعرف شيء عنه، وقت بلشت أشتغل ببعلبك صرت أحس حالي أنا بعلبك، وقت أشتغل بسوريا يا عمي في إشي ما بعرفها. في ناس في مدينتنا بتعرف مثل بطياطة إذا بدك، كل كنوز نحن ما بنعرف مدننا، ثقافية وتاريخية وأركيولوجية، صدقني صدقني وبيئية، حتى أولاد المدينة ذاتها ما بيعرفوا شوف شو حلوة هالمدينة، شو فيها ليتعلقوا فيها. لو وقت تفهم المدينة وتفهم قصتها للمدينة بتبلش تخبرها لإلك مثل الأم لإلك ولولادك ولأجيالك، وهيك بتبني بلد. التنفيذ تنفيذ بحرش بيروت مثل ما قلنا مستمر. اللي عملناه قضية حرش بيروت، حاولنا نفوت آخر مرة وضجت العالم كرمال منع الصحفيين، ولكن هذا أكيد واحدة من آليات الضغط على البلدية لفتحه. وعدت البلدية هلأ أنه الصيف القادم حيكون مفتوح، ولكن فشكرا لألهم، نحن بنشكرهم، وأخيرا حققوا أول هدف لألنا. ولكن لا يكفي، لأنه ما في مناش ننطر من هلأ لأول صيفية، فيهم يتفضلوا عندهم 750 حارس يتفضلوا يفتحوا ولو يوم يومين بالأسبوع للناس تتنفس. حملة رمية البيضة، نحن طبعا عملنا كتير أنشطة، ولكن هلأ النشاط في نشاط إذا بدك نحن جامعين فيه كل هاي كل هول الأشياء اللي هي الدالية ببيروت، اللي هي الدالية ورمية البيضة وحرش بيروت. هيدا النشاط حيكون هو إذا بدك تجمع بوجه بلدية بيروت، بوجه مبنى بلدية بيروت بالداون تاون، للمطالبة بثلاث شعارات أساسية، إذا بدك بشعاران عامين أساسية، اللي هن حماية المساحات العامة وتطوير نقل مشترك، النقل المشترك، يصير في عنا نقل مشترك بالمدينة، نشجع الناس تمشي وتطلع باص، ما نشجع الناس تضلها تاخد سيارتها. وسريعا عن النقل المشترك، نقل المشترك مش يعني في ناس بتقول اف باص مين حيطلع، ما هو وقت انت تعمل بس شارع للباص، بمعنى قسم الشارع بس للباص، ممنوع ولا سيارة، بتصير انت وين ما بيروت خمس دقائق توصل لوين ما بدك، خلص بتصير ترتاح، ما حتحس انه في ناس بقى للباص وضغطينك. لا، هي هالفكرة، انه يصير في محل واحد للباص لوين ما كنت انت لتوصل بسرعة، بتصير انت تفضل تصف سيارتك وتوصل بخمس دقائق احلى ما توصل بعد ساعة. فاذا عنوانين اساسيين، النقل المشترك والمساحات العامة، تحتهم حيكون في شعارات اساسية، تفضلوا شيلوا السياج الدالي. نعم. واليوم من هالمنبر كمان نطلب من محافظ بلدية، محافظ بيروت الجديد الأستاذ زياد شبيب، ياخد قرار جريء بيشيل بينشال سياج الدالية، لأنه هذا مخالف للحق تبع الإنسان اللي عايش ببيروت. ثانيا رملة البيضة، منع بلدية بيروت عليها أن تمنع والمحافظ أنه ينحط سياج، ومفترض يحطوا الإيد عليهم لهالمنطقة الدالية ورملة البيضة، ووضع اليد، لأنه البلدية بالقانون إذا كان في مكان هو حاجة عامة، وأنا شرحت ليش بسياق الحلقة ليه هو حاجة عامة، إذا كان هو حاجة عامة وخصوصا رملة البيضة، الشاطئ الرملي، الشواطئ الرملية على البحر المتوسط نادرة وهذا واحد منهم، إذا كان في حاجة عامة يحق للبلدية وضع اليد على هذا المكان، ولديها الإمكانيات، ولديها المليارات من الدولارات بلدية بيروت، ما بتأثر ولا شيء، فيتفضلوا أيضا يحطوا بيروت وأهلها ومساحاتهم أولوياتهم، ما يعملوا لنا مشاريع تزيين، يعني احنا مش ببارتي ببيروت، يعملوا لنا مشاريع استعادة الحياة العامة والملكية العامة، لأنه بيروت تختنق. وبس لأقول واحدة معلومة علمية، نحن نسبة النيتروجين دايوكسيد بقلب الهواء هلأ 64%، الماكسيموم المسموح فيه صحيا 40%. طب شو عم تعملوا لتشيلوا هيدي المشكلة؟
الى اخره. كيف ما بتفكروا تزيدوا مساحات عامه؟ بتفكروا زينوا جنينه اوريدي هي موجوده وبس يزينوا جنينه ببلطوا على كل فسريعا فضل. بس لاقول سريعا، فاذا الشعارات اللي تحتها اوقفوا مشروع المشروع محور جسر محور الحكمه الترك، نعم. رمله البيضه حط وودلي وضعوا اليد عليها، أوقفوا موضوع السياج والأستيك الشائكة وافتحوا حرش بيروت فورا. هذه هي الشعارات. نطلب من كل الناس يتفضلوا معنا، وخصوصا اللي بهمها بيروت وأهلها وحكاينا إذا بدك بقلب هذه المدينة، يتجمعوا بوجه بلدية بيروت ب 24 الشهر، بكون النهار أربعة الساعة 6، لنقول للبلدية، لا إذا بدك لنساعد البلدية لتاخد قرار جريء، قرار بهم كل لبنان، كل العالم، وخصوصا أهالينا اللي عايشين ببيروت. استاذ محمد أيوب المدير التنفيذي لجمعية نحن، منشكرك منحييك على هالنشاطات وعلى هالطريقة العمل اللي هي علمية، ومنتأمل توصل لنتيجة، ومنتأمل أنه الناس تتجاوب معك والشباب تتجاوب معك. عندك كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة بالإضافة للمشاركة بالتحرك، نطلب من كل الناس كمان إذا بهمهم يعرف شو عم نعمل. نحن عنا مواقع الفيسبوك نحن NAHNWO أوكي. أو بيضة رملتنا، يكتبوا بيضة رملتنا كمان بيج تاني، يفوتوا على هالصفحات وينضموا ليعرفوا كل المستجدات، ومنطلب منهم عن جد يمدوا إيدهم لنساعد بعضنا، لأنه هيدي مدينتنا، هيدي مش حملة لجمعية، هيدي حملة للناس كلها اللي عايشين. يتابعونا على مواقع التواصل وخلينا نكون مع بعض لاستعادة المساحات العامة واستعادة لبنان. تحية كبيرة لإلك ولجمعيتك ولكل جمعية المجتمع المدني ولهالشعب اللي عنده كتير تحديات، ولكن عم بيقدر يتخطى هالتحديات وهالمخاطر. إلى اللقاء أعزائي المستمعين، إلى الخميس المقبل، مساء الخير. أخضر مش يابس، حتى يضل الأخضر أخضر واليابس يصير أخضر. أخضر مش يابس برنامج بيئي اجتماعي هادف يسعى لتحفيز كل فرد منا يساهم بيئيا، وهدفه يخلي كل شخص يآمن انه قادر يعمل فرق بمحيطه المباشر وبالمدى الاوسع. برنامج اخضر مش يابس كل نهار خميس الساعة 4:30 بعد الظهر